بسم الله. طلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة جديدة، محاضرة مادة استيعابية وأداء الطرق. المحاضرة هذه هي المحاضرة الخامسة زائدا السادسة، اللي هي تكملة للمحاضرة السابقة أو الموضوع المالتي لين هاي واي. هذه المحاضرة قسمتها إلى ثلاث أجزاء، كل جزء 10 دقائق، والجزء الثاني يكمل الأول وهكذا. هذه مثل مراجعة بسيطة للمحاضرة اللي فاتت، وهي تعريف المالتي لين هاي واي. هو طريق رئيسي يربط ما بين نقطتين أو أكثر، يتكون من عدة ممرات في كل اتجاه، ويفصل ما بين هذه الممرات فاصلة وجزرة وسطية وميديان. المالتي لين هاي واي يتميز بأنه عدد بمحدودية عدد المداخل بمحدودية عدد المداخل والمخارج، يعني التقاطعات اللي تكون على امتداده، واللي عادة ما تكون على مسافات كل 3 كيلومتر أو 2 ميل. هذه نفس اللي كانت بالمحاضرة السابقة، بس ردنا نمضي بس مراجعة بسيطة المحاضرة السابقة. Estimating demand، بالمحاضرة السابقة تكلمنا عن موضوع الفري فلو سبيد وشلون نسوي لها adjustment. المحاضرة هذه راح نتكلم عن الفوليوم adjustment، يعني احنا نريد نحسب السرعة، نريد نحسب الحجم المروري، على مود نحسب على مود نحسب الدنسيتي، ومن عندها نعرف مقدار مستوى الأداء للطريق. فوليوم ادجستمنت التصحيح يكون للحجم المروري بإيجاد عدد المركبات المارة لكل ممر، وتصحيحها للبيك اور فاكتور للطريق اللي نشتغل عليها، والنمبر اوف لينز، ودرايفر بوبوليشن، والهيفي فيكلز. هذه المجموعة من الكوركشنز او التصحيحات ناخذها وحدة وحدة في هذه المحاضرة، حتى نحسب من عندها الفلوريت، وهو نمبر اوف فيكلز بير اور بير لين، يعني عدد المركبات بالساعة لكل ممر. هذا الفيجر نفسه اللي هو مال شابتر 21 مال الهاي واي كاباسيتي مانيوال. المحاضرة اللي فاتت اخذنا هذا البارت، هذه المحاضرة ناخذها.
calculate fluoride. V sub P أو الفلوريد أو الريت أو الفلو هي 15 minute passenger car equivalent to fluoride passenger car per hour per lane. قلت بالصفحة السابقة قلت vehicle per hour هو الأصح passenger car per hour per lane. يعني احنا راح نصحح للهذي vehicle والتأثيرات. اوكي هي عدد المركبات اللي يمر بالساعة لكل لين ومحسوب على أساس ال 15 minute passenger car. لان راح نصحح للبيك اور فاكتور اللي هسه حنشوف. احنا طبعا اخذنا على البيك اور فاكتور بالكورس السابق بالجيومتريك ديزاين، ايضا تقدر ترجع له، بس هنا ايضا راح نحكي عنه بالتفصيل عمل تكون الامور واضحه بالنسبه لك. البي هو الاور اللي فوليوم هو مركبه بير اور. شنو الفرق بين passenger car per hour وبين vehicle per hour؟ passenger car per hour هي جميع المركبات اللي تتحرك بطريقة نحولها إلى وحدة passenger car. أما vehicle per hour فهي تشمل جميع أنواع المركبات المتحركة اللي هي تشمل الهيفي vehicle والباصز وإضافة إلى passenger car. البيك اور فاكتور راح نتكلم عليه الآن. الآن هو number of lanes، لأن هي راح تطلع per lane. هنا هذه بير لين، فهنا نمبر اوف لين فيقسم على عدد الممرات على مود يحسبها لكل لين. الهابي فيكل ادجستمنت فاكتور اف اتش بي، والاف بي هو الدرايفر بوبوليشن فاكتور. الدرايفر بوبوليشن فاكتور يعني يقصد به هل السائق متآلف مع الطريق أو مع المنطقة، باعتبار أنه إذا كان السائق متآلف مع الطريق راح تكون سرعته أعلى وتأثيره على المركبات وبطء الحركة يكون أقل. أما إذا كان غير متآلف فراح دائما يمشي بشكل أبطأ لأن ما يتوقع الأشياء اللي ممكن أن يشاهدها في الطريق، وهذا معروف. يعني أنت لما تمشي بشارع تعرف تفاصيله سرعتك تكون أعلى مما لو تمشي في شارع ما تعرف تفاصيله. إذن هذا هو القانون اللي يحسب من عنده الفلوريد أو الريت أوف الفلور passenger car per hour per lane. البيك اور فاكتور هو relationship between hourly volume and maximum rate of flow within the hour. طبعا البيك اور فاكتور for intersection for multi lane for anyway هو ببساطة hourly volume. الأور ريفوليوم مقسوم على 4 times maximum flow rate within 15 minutes. يعني هنا عندنا إذا تشوف أور ريفوليوم بيكل بير أور، وهنا عندنا 15 V15 هو الماكسيموم 15 مينت فوليوم within the hour vehicle. يعني عدد أكبر عدد من المركبات اللي ممكن أن يمر خلال ربع ساعة. هذا example شلون نحسب الـ rate of flow. أنا منطي فترة زمنية ما بين الساعة الخامسة بعد الظهر إلى الساعة السادسة، بين الساعة الخامسة إلى الساعة السادسة بعد الظهر، ومنطي هنا كل ربع ساعة
شوف الساعة 5، الساعة 5:15، 5:15، 5:30، 5:30، 6:45، 6:45، 6. المركبات اللي تمر خلال كل ربع ساعة، عندنا تسعمية وخمسين، ألف ومية وخمسين، ألف وربع، ألف. ناخذ هذه النمبرز نضربها في 4، راح نشوف يصير عندنا بالأور، راح يصير عندنا هذه الأرقام الناتجة عن ضرب هاي الربع ساعة في 4. أكبر عدد في هذه الأرقام هو 5000.